بص يا كريم، يعني زي ما انت قلت وزي ما احنا كنا بنتابع مع حضراتكم، وانا قلت الكلام ده، قلت احنا قناه النادي الاهلي الحمد لله لحظه بلحظه كنا بنغطي كل الفعاليات، كل الكواليس. يعني الكاميرا كانت موجوده من ساعه لما اللعيبه وصلت المطار وفي الطياره ولما وصلوا، والبعثه بتاعتنا عملت ايه، اليوم كان ماشي ازاي، التدريب الاخير في مصر، التدريب الاخير هناك في المملكه العربيه السعوديه، الاجواء كانت عامله ازاي، كولر نفسه كان بيتابع المنافس ازاي، كان بيذاكر ازاي، بيحاضر ازاي، بيجهز ازاي، كل الكلام ده عرضناه حضراتكم على البرامج المختلفة لقناة النادي الأهلي. وده دورنا، وده دورنا اللي احنا طبيعي اللي احنا نقوم بيه مع حضراتكم. اتكلمنا بعد كده عن، او يعني البرامج المختلفة عندنا اتكلمت عن سير المباراة، وكان في طبعا استوديو تحليلي وغيره، وكلنا شفنا المباراة. في حاجات بالعين المجردة برضو يا كريم نقدر نتكلم عنها، مش محتاجين استوديو تحليلي. انت شفت مشهد جميل جدا بصراحة، انا اقول يعني كلمة وفعلا دي كانت حاجة عندي، انا ما كنتش متوقعة المشهد هيبقى حلو كده. يعني القصة ان انت بجد بتعمل بطولة لأول مرة بتخرج بره أرضك بس بهذا الشكل، انت شفت نجوم عالميين بيحضروا. انا عجبني جدا، في ناس ما عجبهاش بالمناسبة، كل واحد حر، بس انا عجبني جدا يا كريم المشهد، مورينيو هو داخل، توتي وهو داخل، رونالدو هو داخل، لعيبة عالمية، لعيبة أثرت في العالم كله، ليها متابعين ومحبين ومشجعين من كافة أنحاء العالم لما يشوفوهم، حتى وإن كان بيلبسوه بشكل يعني ودي أو غيره، التيشيرت بتاعتنا. لا دي حاجة حلوة جدا. وعلى فكرة توتي لبس الأهلي والزمالك، ماما أكيد مش بينتموا لنادي يعني معين، بس القصة كلها هم عارفين قيمة برضو التيشيرت اللي بيلبسوها، وفي نفس الوقت برضو لاعب عالمي ونجم عالمي بالشكل ده. كانت لقطة حلوة، أنا عجبتني جدا جدا، دعاية حلوة جدا، ماركتينج ناس قايمة عليه بشكل احترافي. لا مشهد جميل، طبعا عمرو دياب إن هو يغني برضو أنا كنت متوقعة ده بالمناسبة، بس برضو لذيذة يعني. لا كلها مشاهد بصراحة كتنظيم أكثر من رائعة. إحنا لسه هنتكلم طبعا عن سير المباراة، هنتكلم عن الأجواء وكله، لكن المشهد من بره بصراحة كان رائع جدا. كان يوم احتفالي كرنفالي جميل، حتى كل التفاصيل بما فيها التصوير، الحضور. تاني نرجع ونقول إن الجمهورين الحقيقة كانوا عاملين يعني شغل أكتر من ممتاز. اليوم كله كان جميل جدا فنيا. لا أكيد الناس كلها على فكرة من الطرفين عندها تحفظات، ما كانش الأداء في الفني الأمثل، لكن في النهاية وبحكم خبرات النادي الأهلي وبحكم زخمه وبحكم ثقله وبحكم قدرته التاريخية على حسم الأمور في التوقيت المناسب، كالعادة بينتصر النادي الأهلي. مليون مبروك للنادي الأهلي ولعبته وللجهاز الفني والإداري، وقبل كل حد مبروك لجمهور النادي الأهلي في كل مكان. مكاسب كتيرة جدا برضو بتطلع منها بغض النظر عن تتويجك بأي بطولة. أنت دايما بتحب تشوف مع البطولة اللي أنت بتحصل عليها مكاسب خاصة باللعيبة. بصراحة أنت بجد قدرت أن أنت تشوف برضو تألق لعيبة كتيرة جدا عندك، وتحديدا أنا عايزة كمان أتكلم يا كريم عن مصطفى شوبير. العالم كله أو يعني الدول العربية المختلفة، طبعا الصحف المختلفة عندنا وغيره، والاستوديوهات التحليلية، لا كله كان بيتحدث عن مكسب جديد للنادي الأهلي اسمه مصطفى شوبير. ناس كتيرة كانت بتراهن عليه، ناس كتيرة كانت متشككة شوية، هو فعلا هيقدر يسد في السن الصغير ده؟ طب هل هو لسه ناقص خبرة ولا اكتسب الخبرة الكافية؟ طب هل بمرور الوقت ممكن نلاقي أداء مختلف تماما؟ طب هو فعلا هيكون خليفة والده ولا لا، ولا هو التشابه وخلاص؟ لا الولد فعلا قدر ان هو يرد على الملعب. انا دايما بحترم جدا الناس اللي بترد على الارض، اللي عايز يقول حاجه يا جماعه يقولها، على فكره مش هنسكت يعني ألسنة الناس، عايز يقول حاجه عننا يقولها. احنا بنرد على الارض، احنا مين على الارض، مش مهم خالص بيتقال عننا ايه. شوبير اتهاجم في البدايه بشكل كبير على فكره، وناس شككت كمان يعني للاسف الشديد محسوبه على الاعلام الاهلي، مش هقول في النادي الاهلي بس هم اهلاويه بطبيعه الحال، كانوا بيطلعوا بيشككوا في مصطفى شوبير ان هو لا مش هيرتقي دلوقتي، لسه بدري، لا يطلع اعاره ويرجع. الولد اثبت نفسه بشكل كبير جدا بجد ما شاء الله. لاعب انا يعني الواحد بجد كان مبسوط من قلبه ان انت بتكسب واحد من ابناء النادي الاهلي، ان هو بجد ليه مستقبل كبير جدا. فدي نقطه مهمه جدا. لعيبه كمان عندك كانت بتلعب باداء رائع جدا، بس يمكن فعلا زي ما احنا بنتكلم يا كريم ما كانش في سيطره تحديدا في الشوط الاول بصراحه. شوبير برضو صد كذا جول بصراحه، يعني خلينا برضو نقول، لكن في المجمل تاني هنرجع نقول لولا ذكاء النادي الاهلي ولولا خاصيه النادي الاهلي ولولا اعتماد النادي الاهلي على الهجمات المرتده اللي كان الزمالك برضو ما بيكملهاش، ما كناش برضو وصلنا لده. فده يعتبر برضو ذكاء كبير جدا. ما هو انت على فكره مش لازم تكون الافضل في كل الحالات في كل الاوقات عشان تكسب، انت ممكن تكون الاذكى، والنادي الاهلي الاذكى والاشطر بالمناسبه، بس في مباريات مباريات وده مش غلط. فخلينا كمان بقى عايزه اروح للغه الارقام.
ولو اتكلمت مع حضراتكم انا وكريم برضو بلغه الارقام، دي البطوله رقم 150 للنادي الاهلي، وكمان بلغه الارقام ايضا النادي الاهلي تحت رئاسه تحديدا كابتن خطيب هو حصد على الان حتى هذه اللحظه 17 بطوله في كره القدم، 3 برونزيه كاس عالم للانديه، يعني هي بتقول كالتالي 4 كمان دوري مصري، 3 كاس مصر، 5 سوبر مصري، 3 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 3 برونزيه كاس العالم للانديه زي ما كنت بقول. لا طبعا مشوار ناجح جدا بكل ما يحمله الكلمه من معنى، تطوير ملحوظ جدا، اختيار مدير فني اكثر من رائع، كفاءات كبيره جدا موجوده، هو ده الاصل او هو ده الغرض من البدايه، انت بتعمل كل الشغل ده في الاخر عشان تسعد الجماهير اللي من قلبها تسعد، اللي من قلبها عندها الانتماء الاكبر. بالمناسبه يعني انتماء الجماهير ده اللي ما فيهوش تغيير، انتماء الجماهير اللي هو الاوحد محدش يقدر يشكك فيه، فالناس دي بتبقى عايزه تفرح، الناس دي ما بيبقاش همها اي حاجه خالص غير ان النادي اللي هم بيعشقوه دايما يكون في المقدمه، مهمه صعبه وصعبه جدا مع التطوير اللي حاصل يا كريم، مع الصفقات اللي بتحصل، مع كل التطور كمان في كره القدم وتدخل راس المال، دي بتعمل تنافسيه وبتعمل ضغط اكبر على النادي الاهلي ان هو يحافظ على المكانه بتاعته، بس هو محافظ على المكانه بتاعته، فهو ده النادي الاهلي حقيقي، مبروك علينا كلنا، احنا سعداء جميعا وكان